الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قال الناظم رحمه الله تعالى: قالوا فيوصف أنه متكلم، فأجبت هل بالخرس يوصف سيدي. اعلم رحمك الله أن خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الله متكلم كيفما شاء متى شاء بما شاء. أن الله متكلم كيفما شاء بما شاء متى شاء، وبرهانها قول الله عز وجل: وقال الله يقول الله. فكل قول في القرآن والسنة منسوبا إلى الله عز وجل فهو دليل على صفة الكلام. وقال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكل آية فيها إثبات المناجات والمنادات لله عز وجل فهي دليل على صفة الكلام، كقوله تبارك وتعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. العقيدة الثانية أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء، ولا بد من إثبات هذين الأمرين بخصوصهما، لأن الأشاعرة تخالف فيه فتقول بأن الكلام المضاف إلى الله إنما هو الكلام النفسي، فخالفهم في ذلك أهل السنة فنصوا على أن الكلام المضاف إلى الله إنما هو الكلام بحرف وصوت. فإن قلت: وما دليل وصف كلام الله بالحرف؟ فأقول: قول الله عز وجل حاميم ألف لام ميم عين سين قاف، هذه كلام الله مع أننا نصفها بأنها حروف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك في الصحيح من حديث ابن عباس لما نزل الملك بسورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة، قال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فإن قلت: وما دليل وصف كلام الله بأنه صوت؟ فأقول: دليله المناجات، فإن المناجات لا تكون إلا بصوت، والمنادات لا تكون إلا بصوت، بل صرح بلفظ الصوت في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فيناديهم ربهم عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. العقيدة الثالثة أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. قديم النوع حادث الآحاد، أي أن الكلام باعتبار أصل القدرة عليه صفة ذاتية، وباعتبار أفراده وآحاده صفة فعلية. هذا هو خلاصة ما قرره أهل السنة والجماعة، والله أعلم.